اكيد شايفيني يمكن قبل 18 سنه بغنية وطني حبيبي. انا اسمي فايل عمران. اسمي خالد الدوسري. اسمي بدل عيسى. معاكم خالد الجاسم واختي دلال. اسمي صالح الشرهان وشاركت باوبريت وطني حبيبي. صار لنا كم سنة الحين من غنينا؟ 2003 15 سنة 16 سنة. بعد 18 سنة انصدمت من هالقرار هذا. أنا اللي كنت قاعد أغني هالله الله يا شمس الحياة. عبالهم إن كان صوتي اللي كنت قاعد أغني هالله الله يا شمس الحياة، بس كان صوت شخص ثاني اسمه زايد الزايد. الله يا كويت يا كويت، الله أنت الحياة. الأغنية كانت حلوة سواء بأوبريتها ولا كلماتها ولا بلحنها. أذكر الكويت كانت تمر بتقريبا حالة صعبة شوي، فالناس كانوا شوي متوترين وخايفين، وطلعت أغنية وطنية بنص هالتوتر الإقليمي، فجمعت اللي خايفين وهدت. ورا كل فقرة أخبار كانوا يحطون يشغلون الأغنية. وقتها كان يعني شيء يعني كنا نحتاج إن نكون مع بعض. من دشينا شهر 2 قمت أوري بنتي، صار عمرها سنة ونص تقريبا، فأوريها فيديو وطني حبيبي، وأوريها أنا وين كنت، أحاول أحفظها الأغنية، أحاول أوريها أن أنا وخالها شنو سوينا وإحنا صغار. والله كان في لقطة لي شايل كبوسي وقاهف على وجهي الظاهر، كنت حران وايد، هني راح تعرفوني. انت البطني حبيبي، انت المحافظ. فجأة تشوفين كذي وجهك يطير، عرفتي؟ يقول لك ثاني يما ثاني. طبعا كان لي كذا ظهور بالاغنية، بس اشتهرت اكثر بمقطع درة درة. كنا اوروبا رايحين منطقة اسمها سالزبورغ، فأول ما وصلنا هناك اثنين واحدة تشتغل هناك كانت تسأل الوالدة وتقول لها ولدك هذا اللي كان يغني وطني حبيبي، فعرفت من وقتها أن الأغنية اشتهرت. أي عمل وطني ما أتردد أني أشارك فيه، أي فرصة نقدر نعطي من نفسنا أحساس بلد الكويت فإحنا بالواجهة إن شاء الله. أول ما كلمونا بنك الخليج أن نشارك بالريونيون هذا، أول شيء خطر بالي أن أبي أعرف من بيبون. تمنينا أن نشوف كل من كان ويانا بالغنية بالريونيون اليوم، لأن شعور حلو أنه قاعد نقدم شيء ثاني حق الكويت بعيادها الوطنية. هذا الحب حق الوطن.